السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخواتي في القناه ديالي منوعه فات شانيل. مرحبا بكم فيديو جديد وصفه جديده. كنبغي نقول لكم رمضان كريم ويدخل عليكم ان شاء الله بصحه وسلامه وبكل ما كنتمناو. اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا غادي نقدم لكم بسيطلات بحشوه اللي هي جديده بزاف وبسيطه، مقادير ديالها اللي هما ساهلين وغادي يكونوا متوفرين في كل بيت. نبداو على بركة الله طريقة التحضير والمقادير. في إناء غادي نحتاج 400 غرام ديال الدقيق الأبيض، نضيف عليه شوية ديال الملحة. بالنسبة لهاد البسيطلات غادي نصيبهم بالعجين ديال المسمن، كتجي رائعة. وهنا غادي نضيفو الماء وغادي نجمعو هاد العجين هذا، غير كنجمعوه ما كيحتاجش أننا ندلكوه. وبالنسبة للكمية ديال الماء كتبقى على حسب نوعية ديال الدقيق. وكنضيفو الماء بتدريج حتى كنجمعو هاد العجين. من بعد ما عجنت العجين كنخليها ترتاح وكندوز للحشوة اللي غادي نحتاج فيها. فلفلة خضراء مقطعة والبصلة، سردين دجاج، الزيتون وفلفلة حمراء، وعندي هنايا الحامض اللب ديالو وحتى القشور. وكنضيف عليهم التوابل، توابل اختيارين على حسب شنو عندكم، الا عندكم الهريسه انكم تضيفوها. وكنحط هاد الحشوه هادي الطيب. ما نساوش انني ضفت عليها واحد الكميه اللي هي قليله ديال زيت البلديه. كتشوفوا هاد الحشوة هادي كتجي لذيذة بزاف وحتى الألوان ديالها كيجو المنظر ديالهم زوين. ودابا غادي ندوزو العجين اللي غادي نشكلوها ثلاثة ديال الكريات. في هاد المرحلة غادي نحتاجو غير زيت الرومية اللي غادي ندهنو بها يدينا، وغادي نشكلو هاد العجين هذا كيف ما كتشوفوا. وغادي نخليها ندهنو شويه ديال الزيت وغادي نخليه يرتاح حتى الخمسة ديال الدقائق. ومن بعد ما كطيب لينا ديك الحشوه كنضيفو عليها الشعريه الصينيه اللي كنكون درتها في الماء بارد. كتشوفوا ضفتها على هاد الحشوة هادي وزدت عليها واحد المعلقة كبيرة ديال المطيشة. وهنا كنحتاجو الزيت وكنحتاجو الزبدة، وكنبداو نكرصو العجين ديالنا على هاد الشكل هذا كيف كتشوفوا. غادي نورقوها كيف ما كنديرو المسمن العادي. غادي نورقوها مزيان على على قد المستطاع باش كتجينا هذيك التقرميشه في هذوك البسيطلات.
وكنضيف عليها الزبده على هذا الشكل، وكنبدا كنتني هاد الجوانب. وبنفس الطريقه غادي ندير الباقي العجين. هانتوما كتشوفوا الحشوه اللي بغي يضيف عليها الفرماج الاحمر، يمكن ليه يضيفوا عليها باش تجي ديك التهليكه. وهنا غادي نبداو نسرحوا هذا العجين. ولهذا البسيطلات غادي نحتاجوا لشي حاجه اللي تكون غارقه بحال هكا، واللي غادي نديرو فيها واحد البلاستيكه باش تسهل علينا اننا نخدمو هاد البسيطلات. وكنبداو كنقطعو العجين لتسعود ديال القطع على هاد الشكل كيف كتشوفو. وهنا غادي نوضعوا العجين في هذيك القفاله اللي غادي نستعملوا للتشكيل ديال هاد البسيطلات، ونوضعوا فيهم الحشوه مزيان. ضروري انها تعمر لينا حتى من الجوانب. وكنبداو كنسدوا بهذه الطريقه وكنضغطوا مزيان. ولا عندنا العجين السائد كنقطعوه. وهانتوما كيف كتشوفوا هذا هو الشكل ديال البسيطلات. وغادي نكملوا بنفس الطريقه مع باقي العجين. وهنا كنكون درتهم في لطة الفران، من بعد ما كنكون ثقبتهم على هذا الشكل باش ما يتنفخوش لينا ملي يكونوا كيطيبوا. وهكذا هو الشكل النهائي ديال هذا البسيطلات اللي كنكون زينتهم على هذا الشكل. كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وصفه جديده.